يا حاج. ايه يا عم، شو بتسوي؟ شو هذا في وجهك؟ اصر علي يا عمي. وين اصر علي؟ اصر علي يا عمي. شو ماخذ؟ اصر علي يا عمي. يا حسين ابو ياسر تعال يا عمي. اصر علي يا عمي، عشان الله اصر علي. اصر علي يا عمي، اصر علي يا حبيبي. شوف يا حسين، اصر علي يا عمي، اصر علي يا عمي، عشان الله. ارخي الكيس، ارخي الكيس، ارخي الكيس، ارخي الكيس، ارخي. شوف ارخي، شوف كيف الكيس. ايه خلاص شفتك انت. ايه ليش يا حاج؟ عشان اطعمي ولادي يا عمي، عشان اكل وطعمي ولادي يا عمي. بقى يا عمي هذه اللحمة والرز أولادي مشتيينه يا عمي، ده بياكلوا يا حبيبي. لأنه يا عمي الأكل من كف الحاويات والزبالة يا عمي، والله إحنا بنشتيه يا عمي. عشان أطعمي أولادي يا عمي، والله عشان أطعمي أولادي يا عمي. عرفت ليش يا حبي؟ عشان أطعمي أولادي يا حبيبي، عشان أطعمي أولادي يا حبي. عشان اطعمي ولادي، عشان اطعمي ولادي. يا بناس بياكلوا بيشربوا حسوش الفقراء والمساكين. يا بناس بيربوا الاكل بالحاويات والزباله، وبيعرفوش انه في ناس بقى بس الحاجه لحبه الرز لرغيف الخبز اللي بيرموه. عشان اطعمي ولادي يا عمي، والله عشان اطعمي ولادي. عشان اطعمي ولادي يا عمي، والله عشان اطعمي ولادي يا عمي. ما اجمل ان ننفق مالا لمعونة اهل الاسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الالام. مش مشكلة يا عمي. خلينا يا عم. مش مشكلة يا عمي. صدقوني يا جماعة، إنه ياما ناس بيشتوا صحن الرز اللي بنكب في الزبالة. ياما ناس بيشتوا رغيف الخبز اللي بنكب في الزبالة. فقعدوا عليهم يا عمي. دوروا عليهم يا عمي. تنسوهمش يا عمي. تنسوهمش يا عمي. تنسوهمش يا عمي. ما تنسوهمش يا عمي. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام. عشان أطعمي ولادي يا عمي، والله عشان أطعمي ولادي يا عمي.